عاوز أقول أحبائي إنه المسيح كان يتحرك برؤية إلهية بالروح القدس وحتى يتمم مشيئة الآب. المسيح ما كانت تهمه التقاليد البالية ولا العادات في تلك الأيام ولا الصراعات والنزاعات السياسية ولا الدينية أيضا. اللي كان بهم يسوع المسيح هي النفس البشرية. وبالنسبة ليسوع المسيح أهم ما في هذا الكون هي النفس، نفس هذه المرأة الكنعانية وأيضا ابنتها التي جاءت بالنيابة عن الابنة. وهكذا أحبائي، يسوع المسيح في مرة مكتوب عنه في يوحنا 4:4 كان لابد له أن يجتاز السامرة. شو السبب؟ كما قال في يوحنا 4:34 طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. بالنسبة له خلاص النفس البشرية أهم بما يقاس في كل المحاورات الدينية أو السياسية التي كانت تدور في تلك الأيام. والرب يسوع المسيح كان يدرك العادات والتقاليد في تلك الأيام، وكان بيعرف عن العلاقات، فهو تخطى الحدود، حدود إسرائيل، ليذهب إلى لبنان، وهناك تقابل مع هذه المرأة التي جاءت تصرخ ارحمني ارحمني يا ابن داود.